احمد نادي احمد اللي وراك، نادي اللي وراك اللي احمد. نعمل ايه بقى لما دخلت مكان مشاهدينا متابعين مباشر من مصر وكل مواقع عين مصر الاخباريه، النهارده نتواجد في عزا شيرين سيف النصر. زي ما حضراتكم شايفين يعني شقيق شيرين سيف النصر متواجد هنا لاستقبال العزاء، طبعا بدا منذ قليل ومنذ دقائق العزاء هنا في مسجد الحمديه الشاذليه بجوار نادي الزمالك. زي ما حضراتكم شايفين يستقبل يعني شقيقها العزاء هنا، لم يحضر احد من الفنانين حتى الان. زي ما حضراتكم شايفين ما تواجدش غير شقيقها ومدير اعمالها فقط هنا في مسجد الحمديه الشاذليه. زي ما حضراتكم شايفين يعني زي بنذكر حضراتكم عن يعني اعمال الراحله شريف سيف النصر، كانت اعمالها طبعا امير الظلام مع الفنان الكبير عادل امام، طبعا يعني انهت مسيرتها الفنيه في عام 2002، طبعا بدات مسيرتها الفنيه عام 1970، وطبعا يعني اشهر اعمالها امير الظلام مع عادل امام، مستر كاراتيه طبعا مع احمد زكي، واشتهرت ايضا ب أعمالها مع أحمد زكي والبطولة المشتركة التي كانت مع أحمد زكي وعادل إمام. طبعا رحلت منذ أيام الفنانة شريف سيف النصر، وبعد ما أعلن شقيقها على مواقع التواصل الاجتماعي برحلة، طبعا أعلنوا عن دفنها، لم يعلنوا عن دفنها ودفنوها من غير أي وسائل إعلام تعرف ولا من غير ما يعلنوا عن أي حاجة. طبعا أعلن العزاء شقيقها على مواقع التواصل الاجتماعي أيضا إن هي كانت وصيتها إن هي ما تعملش عزاء، ايضا كانت وصية الفنانة شريف سيف النصر ان هي ما تعملش عزاء، لكن قررت النقابة طبعا بنقابة المهنة التمثيلية طبعا وشقيقها كل دول قرروا ان هم يعملوا عزاء هنا في الحمدية الشاذلية، مسجد الحمدية الشاذلية. طبعا يعني تلقينا خبر صادم، طبعا رحلت الفنانة شريف النصر. المشكلة بتصير في المدينة، تفتح صورة على المسجد.
شقيق شيرين سيف النصر هنا يستقبل العزاء، طبعا لم يحضر احد حتى الان الى العزاء في مسجد الحمديه الجزيره. ما حضرش غير شقيقها طبعا، يعني تلقينا خبر وفاه شريف النصر منذ ايام، طبعا كان خبر صادم طبعا بفنة شريف سيف النصر من غير ما اي حد يعرف، من غير ما الاعلام يعرف ولا حد يعرف، ولا من غير ما الاسره تعلن عن وفاتها، غير ما بعد ما اندفنت اعلنت الاسره وشقيقها نزل عن مواقع التواصل الاجتماعي ان هي رحلت. طبعا رحلت الفنان شريف سيف النصر عن عمر نازه 57 عام. طبعا اشهر اعمال شيرين سيف النصر طبعا مع بطولات مشتركه مع الفنان عادل امام واحمد زكي وكل يعني معظم الفنانين برضو اشتغلوا مع الفنان شريف النصر. كان طبعا يعني افضل اعمالها واشهر اعمالها كانت مع الفنان عادل امام في امير السلام، وايضا عملت مستر كاراتيه مع احمد زكي، وعملت كابوريا ايضا مع احمد زكي. دي اشهر اعمال الفنانين الفنان شريف شيرين سيف النصر. التي يعني حزن شديد جدا بعد رحيلها. طبعا في مسلسل في فيلم المال والبنون مع احمد عبد العزيز، طبعا كانت تشتهر ايضا بعملات الفنيه الجميله بسبب منظرها الجميل، لكن رحلت شيرين سيف النصر عن عالمنا طبعا منذ ايام، وطبعا لم يعلنوا عن مكان دفنها. دفنوها طبعا بعيدا عن اضواء الاعلام، كانت يعني زي ما قال اخوها على مواقع التواصل الاجتماعي دي كانت وصيتها ان هي عايزه تدفن ومحدش ياخد عزاها، لكن هنا قررت النقابه طبعا وشيخها والاسره ان هم يعملوا عزاها هنا في مسجد الحمديه الشاذليه. يعني زي ما حضراتكم شايفين ما زلنا مستمرين معاكم في بث جديد من داخل مسجد الحمديه الشاذليه في عزاء الفنانه شيرين سيف النصر. وهذا اللايف بهذا القدر انتهينا في هذا اللايف مع حضراتكم. تابعونا في اللايفات دي. السلام عليكم ورحمة الله.